جدا عند المطار، عند المطار مفخخ ربطتها. يا جاي تحرك عند المطار مفخخ ربطتها. الله يستر الله يستر. الان الانفجار مفخخ، يمكن انه سياره وخار مكسر امام المطار، امام المطار. فالحين على الاوقع انفجار. الآن الانفجار مطقطق، يمكن انه سيارة وخار مكسر أمام المطار، أمام المطار. فالحين على الأوقع انفجار. من جديد، هل هناك أي معلومات إضافية؟ نعم، الأسماء بحسب المصدر الأمني الآن من أمام بوابة مطار عدن يقول بأن المعلومات الأولية وصل عدد القتلى إلى 10. نوع السيارة التي انفجرت هي من نوع سيارة دينا. الانفجار كان مباشرة أمام بوابة المطار واستهداف البوابة الخارجية للمطار، مع وجود حركة السير مزدحمة في أثناء الانفجار، وإحراق عدد كبير من السيارات وأيضا الميكروباص الذي كانت متواجدة أمام بوابة المطار أثناء الانفجار. الانفجار كان شديد، الحريق امتد من امام بوابه المطار باتجاه صندوق المطار، ايضا الى السيارات التي كانت ماره اثناء الانفجار. طيب، بحسب ما اعلم يعني سياره ديانا معناها سياره كبيره او شاحنه كبيره، هل كانت تحمل شيء ام انها كان مستهدف انها فقط تحمل عبوه متفجره؟ نعم، الشاحنه كبيره، ويبدو ان ما كانت تحمل من المتفجرات هي كبيرة، لأن الحريق هائل بعد الانفجار امتد إلى عدد كبير من السيارات أمام بوابة المطار. هناك قتلى وجرحى، المعلومة الأولية كما أشرنا أن هناك 10 قتلى كمعلومات أولية من المواطنين وكذلك من أفراد النقطة الأمنية المتواجدة. شكل الحريق يا رتفان يبدو أنها مادة قابلة للاشتعال، يعني هل كانت هذه السيارة، وبحسب ما وصفت أنت أنها سيارة كبيرة يعني تحمل مواد حارقة، أو بس صحيح التوصيف، ديزل أو بترول أو شيء؟ هذا الحريق او هذه الدينا التي انفجرت اليوم تحمل نفس البصمات اثناء استهداف موكب محافظ محافظه عدن الاستاذ احمد لملس. بعد الانفجار مباشره الحريق يصل الى عدد كبير من او مساحه كبيره داخل بوابه المطار، كما حصل اثناء
استهداف موكب المحافظ. لذلك الانفجار الشديد الذي حصل لاستهداف موكب المحافظ ولم يحدث فجوة في الأرض أو في مكان معين، إنما كان الحريق أكبر من ذلك، حرقت أحد سيارات المحافظ وعدد من السيارات المتواجدة. الآن بنفس الطريقة أمام بوابة المطار الشحنة كانت كبيرة، الانفجار كان قوي، أيضا النيران التي اشتعلت امتدت إلى الساحة أو التي أمام بوابة المطار والتي فيها عدد من السيارات، وأيضا الطريق المزدحم والذي يربط بين مديرية خور مكسر وكذلك مديرية المنصورة والشيخ عثمان وأيضا المديريات الأخرى التي هي المعلى والتواحي. لا يعني إلى اللحظة رتفان لا يوجد إحصائية دقيقة بعدد من لقوا طبعا أو قتلوا في هذا الانفجار الكبير. طيب تأكيد للمعلومة أيضا لهم المستشار الأمني من أمام بوابة المطار كمعلومات أولية، لكن ما زلنا نتابع لأن الانفجار كان شديد وأيضا كان هناك في ازدحام. نتابع المعلومة لأن الانفجار كان شديد واللهب كان أيضا أخذ مساحة واسعة أمام بوابة المطار. طيب يعني أشرت أيضا رتفان إلى أنه انفجار اليوم يحمل نفس البصمات لاستهداف محافظ عدن سابقا، يعني لم يترك هذا الانفجار أثر في الأرض مثلا أنه عبوة ناسفة أو سيارة كانت مفخخة، لكن يبدو أن هناك استحداث لأساليب جديدة للتفجير حتى تلتهم أكبر بقعة أو تأخذ في طريقها أكبر مساحة من الحريق أو الدمار. صحيح، عند استهداف الموكب المحافظ كان الانفجار والصوت شديد، كان اللهب أيضا امتد إلى مساحة واسعة في منطقة الحجيف في التواهي، والانفجار لم يكن أو المكان الذي تم فيه انفجار السيارة المفخخة لم يحدث فجوة كبيرة، وإنما الحريق امتد إلى مناطق كثيرة بنفس البصمات اليوم كما هو حاصل أمام بوابة المطار. الانفجار الشديد وبعد الانفجار نشاهد بالصور الأولية عن حجم اللهب والحريق الذي امتد إلى مساحة واسعة أمام بوابة المطار. نعم، إذن سنكون في متابعة مستمرة معك رتفان الدبيس من عدن، والسلامات للجميع. شكرا جزيلا. قرار احتقرح والمصاعب ما جاي يطفي.